من نحن من إن لم نكن للناس غيثا في المحن؟ ما الخير ما تفسيره فعل به قلبي اطمأن؟ للخير أشكال كثر، كف الأذى طيب الأثر، بنصيحة علم بنا أو بسمة ملء الثغر. والرزق أحيانا يكون ابنا أبا أما حنون، في راحة في صحة ما كان في شكل ولا لون. إن جاد كل بالعطاء لن يصبح الفقر وباء، فالجود من كف البشر والفضل من رب السماء. كم من فقير معدمي وغني نفس منعمي، يؤتى برزق طيب يعطي بكل تكرمي. من نحن من إن لم نكن للناس غيثا في المحن؟ ما الخير ما تفسيره فعل به قلبي اطمأن؟ مجتمعات تعمل تحت الأرض بحثاً عن حياة خارجها، يعيشون نمطاً من الحياة مظلم قاسٍ، المخاطر فيه من كل جانب، يستخرجون بأيديهم كنوزاً ويتقاضون فتاتاً لا يسد الرمق. طواهم النسيان في أعماقه، فمن يعيد إنسانيته؟ Thank you.
بسم الله نبدأ سعادة جديدة. Hola Vanessa. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo vas? ¿Esto no es peligroso? Sí, claro. ¿Hace cuánto trabajas acá? En la mina. Llevo... حياتك كلها في المناجم. وعايشة هني بعد. Vanessa, tengo un regalo para ti. Gracias. Tengo nervios. Ojalá que te sirva. Muchas gracias, bastante. Allah gracias, barak fiik. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Allah barak fiik. Tengo un regalo para ti. ¿Todo eso? Sí. ¿Que Dios le pague? Pues te mereces. ¿Me la merezco? Ya, yeah. Sí. Que Dios lo bendiga, muchas gracias. Escojo otro, ya. Yeah. A mi Dios le pague, yo no me esperaba todo eso. ربي يكتب لك الخير واتمنى هذا البيت يساعدك انت واهلك. Hola Elke. Hello. How are you? ¿Cómo estás? Bien. Elke? Sí. Guys, can you close the light? ¿Ayúa? ¿Cuántos años tienes? 17. 17. Tengo un regalo para usted. Ok. 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 Haremos un pésimo. Te daremos una pensión por 3 años y te ayudaremos a arreglar. Y amblar tu casa y arreglar tu casa. Ya. Yeah. Dios te bendiga. Amén. Escoja uno de estos sobres. ¿Para mí? Ya. Yeah. Ok, gracias. Te vamos a dar todo el bachiller pago hasta que te gradúes durante 3 años. ¿Estás feliz? Sí, es. بعد فترة من لقائنا بإلكة تعرض لحادث أثناء عمله في المنجم وبسببه فقد الذاكرة وهو الآن في المستشفى. الله يشفيه إن شاء الله. نظام العمل في المناجم إما مقابل العثور على الزمرد أو يخصص له معاش، أو إذا حصل زمرد يأخذ نسبة بعد بيع هذا الزمرد. في كثير من المناجم لا يوجد تأمين صحي، والأكثر من هذا أن في كثير من العوائل تشتغل في هذه المناجم أو أسرة تستلم مثل هذا المعاش الزهيد، وكيف ممكن راح تعيش؟ صحيح الحين نحن موجودين في هذا المنجم، هم يساعدون ويوفرون كل شيء، لكن في أي لحظة ممكن ينهد هذا المنجم على الجميع، فالله يعينهم ويحفظهم. هلا جيسيكا. You speak English? No, señor. ¿Son tus hijos? Sí, ellos dos. ¿Qué sacaron hoy? Sacamos. طلعت حجار صغيرة. Estas piedras. حسب الكواليتي. ماس ومينس؟ ماس ومينس ونص. 300-400 درهم. اوكي. تفلسيتو. Gracias, muchas gracias. ¿Hace cuánto trabajas en la mina? Desde que tenía 14 años. من عمرك 14 سنة؟ صار لكم سنة وما تشتغلتوا عشان كورونا، كوفيد. Sí, por el COVID. Yeah. Cerraron las puertas. Okay. ¿Tus hijos trabajan contigo? Yo soy madre soltera. Anti ármela, okay. Y él trabaja de vez cuando no. لما ما يدرس يشتغل معه. ¿No es peligroso para él? Sí, la verdad sí. ¿Cómo es? Por la piedra y por los jarros. يعني مرات بسبب العربات يطيح ويتعور. الدليل ما es que والناس تتزاحم لما يطلع
الزمرد. ايوه طلع وحده، هذه وحده. انا انا هاي كده انا جراندي. او ما شاء الله والله في وايد. اوكي جيسيكا تينغو ان رغالو براتي اسكو هاونا اوكي خذي يلا. Gracias. هذا بسبب ان المناجم سكرت فراح يمشي لك معاش. جست بندقة. اسكو هاوترو. ولا جيسيكا سومرسي 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 سومرسي. هلا بابا كم استاس؟ بيان كم انت جامس؟ اغوستو اوريغو. اغوستو اوريغا سي سيور. اوكي كيفين ديسن لامينا ورابو بالوزو عصير المخمر. اوكي كوانتو سانياس فينديغ ورابو بالو مينيرو ساسي ما تعرف من كم سنة بس من زمان مي باترون هيدا استاليو من زمان وقفت الشغل وزوجتك في المستشفى وعايش انت بروحك رواري Ya se han ido. Allá hay. Siento duro. Digo, el Hassan es el Hassan. Necesito una ayudita, que vaya. Allá hay. Una cosita. Allá hay. Inshallah. Ya, Allah, que te vele con el خير. O Rabbi, inshallah, يساعدك. Ok. Allá hay. Allá hay. Allá hay. Allá hay. Baba. Tengo un regalo para ti. Yo lo vendí. هذا عشان ان شاء الله صيانه لبيتك. ان شاء الله بيتك يرجع نفس ما كان واحسن. Una pensión para ti, todo tratamiento que se encuentra en el hospital. Gracias. Necesito mucho. الله يبارك فيك. جست بنديقة خليني نشيل معك. تعال بابا. الحين مانويل يركب الديناميت ونيكولاس معه وسوى حفر 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 في المكان والحين يحطون فيهم الديناميت بعدين يركبوا الوايرات. المكان كله سكروا الكهرباء فيه بعدين بيشغلون الكهرباء واحنا المفروض نشرد برا. نيكولاس مانويل رن 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 رن
Hola, Marta. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, señor. ¿Conseguiste este algo? Voy a lavarlo para ver qué viene. Ah, la doxicilina o radín. Está sucia. Está sucia, toca lavarla. Ah. ¿Hace cuánto sacaste una piedra? Hace como un año más o menos. ¿Actual mesana? Sí, hace como un año. Sí. Tengo un regalo para ti. ¿Para mí? Ya. En el medio. En el medio. Sí. Ok. Ábrelo. La Marta. ¡Ah! Ay, muchísimas gracias. Allah barak. Gracias. Muchísimas gracias. Dios los bendiga, les multiplique, les socorra, les dé mucha salud. هذا عشان انت توقفتي في كورونا فان شاء الله راح يمشي لك معاش. اوكي. اسكو هاوتو. Dígalo. Hola Marta, sabemos que usted necesita hacerse una cirugía. هذا الكرت عشان تسوي العملية لأن ظهرك يعورك وأنت ما قدرت تسويها. العامل في هذه المناجم بعد فترة يبدأ ما يقدر الخطر اللي هو فيه لأن حواسه تبدأ تتعود على هذا المكان. يعني إذا كان يخاف في البداية تعود على المكان فراح الخوف. إذا كان في ألم يتحمل الألم عشان يكمل شغله. وإذا كان في تعب لازم يشتغل على أساس أنه يوفر لقمة العيش. من أكثر الأشياء اللي تحس بالخاطر أن أنت تشوف شخص قدامك يمر بهذه الظروف وانت ما تساعده. زرنا بعض عمال المناجم الذين تأذوا وأصيبوا بأمراض مختلفة بسبب عملهم فيها، منهم خوسيه الذي يعاني من مشكلات خطيرة في الرئة. ¿Cómo estás? Bien. Un poco fatigado. Más de los pulmones. Se llama EPOC. Lo que tengo es EPOC. No puedo respirar bien. O sea, cuando me ataca, me toca es... ¿Por qué? La cuestión de siempre de que fumé y lo otro, la mina. Tengo un regalo para ti. Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Open. No lo puedo creer. Dios lo bendiga. Mi Diosito me lo ayude, me lo proteja. هذا الكرت عشان يمشي لك معاش ان شاء الله في الفتره اللي انت ما تشتغل فيها. في ناس راح يجون هنا ان شاء الله يساعدونك ان تروح المستشفى وتحصل العلاج اللي انت تبيه. Thank you.
التناقض ان الزمرد اللي طلعوه من هذه المناجم من اغلى الاحجار الكريمه على مستوى العالم، ولكن اللي يشتغل هني يعني ياخذ معاش لا يذكر من ادنى المعاشات على مستوى العالم. فسبحان الله هذا المنجم فيه ثروه كبيره لكن اللي يشتغل فيه مش مقدر. ¿Qué quieres? ¿Yo qué quiero? Ya. Yeah. Yo un avión, sacar a mi hija. اللي فهمت ان انت تبين تدرسين بنتك في الجامعه. اوكي. Tengo un regalo para ti. ¿Para mí? Ya. Gracias. Escoja una. ¿Mensual? Ay, yeah. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿En qué trabaja? Yo estaba trabajando primero en la mina, en una mina en Palo Arañao. Ah, ¿en el menjam? Sí, sí. ¿Ahí va? Sí, señor. Sino como yo tengo una niña de 15 años, porque es que hay hombres que son... Ah, صار في خطر على البنت في المنجم. Ah, ok. Y Allah, la yusra alayhim. Sí. Entonces yo hablé con los señores. Sacaron el menjam y salieron con ustedes. Allah yankum. Escoja uno. Gracias. هذا معاش ان شاء الله يعني نقدر نحاول معاش لين يعني نفتك ازمة كورونا. اسكو هاو ترمس. انت انديستي؟ سي سينيور. رستورانتي جراندي. يا. ثانك يو. تينجو ان قالوا براتي. سي؟ سي. Ábrelo. يعني احنا نعرف ان انت تحبين تساعدين الناس وانت فتحتي مطعم عشان تساعدين الناس اللي تضررت بسبب الملجا والكورونا. تستاهلين. جست بنديقة. امين. يا زيد امين. ثانك يو. ثانك يو. نلتقي على خير. Tengo un regalo para ti. Sí, sí, sí. Escoja uno. ¿Escojo cualquiera? Ya. Yeah. ¿Este? Ya. Yeah. Ay, muchísimas gracias. Dios me los bendiga, de verdad. Allah yafak. Uy, usted es una bendición del Padre Celestial. Allah yafak. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Escoja otro. Ya. إن شاء الله راح يمشي لك معاش إلى أن تنتهي أزمة كورونا. ونوفر لك مبلغ عشان تشترين في مزرعة. Uy, muchísimas, pero muchísimas gracias. ¿En serio esto es verdad? O sea, no lo puedo creer. Yes. Es Berta. Ay, Diosito, Dios les multiplique bendiciones. Muchísimas gracias. Usted merece. Gracias, gracias. Usted merece, mamá. Dios me lo bendiga. Thank you.
في المناجم أسر كاملة لا تعرف الراحة، تعمل ليل نهار. إن توقفوا عن العمل هلكوا، وإن استمروا به سيبقون محتاجين. نحن بدورنا قمنا بدعم عمال منجم كامل، وفتحنا باب تبرع جديد خاص لعمال المناجم. كونوا جزءا من مبادراتنا وساهموا معنا في تقليل الفقر في العالم.